خلاص يا وعيب يا ابو خلاص يا وعيب يا ابو شباك شباك اصغر من هذا الضوء هالقد بالضبط بنشوف شو الضائع بنشوف شو النهار بنشوف شو الشمس هذه الثياب لها اكثر من 8 شهور على جسدي 8 شهور لما تغسلتش 8 شهور فيش تحميم 8 شهور بنعاني المرض الويلات الدكتور عصام البوش توفي في سجن اوفر اثناء التحقيق اغلب الدكاتره موجودين في سجن نفحه وسجن اوفر وسجن النقب عذبونا عذاب ما يعلم فيه الا الله رحنا غادة لقينا ناس محبوسة لها 100 يوم وناس 200 يوم وناس 100 يوم بنسألهم انت من ايش رجلك انت كيف بقول لي انا جيت ساق سليم انا راحت مني رجل انا جيت ساق سليم راحت مني ايد انا جيت ساق سليم راحت عينه ضرب واحد من الشمال من دار مين الله يرفع عنه الله شكله استشهد استشهد من الشمال كمل نسيت من دار مين ضربوه في راسه والله استشهد في حضنه استشهد في حضني و... لا مش من جباليا من جباليا شو اسمها الفلوجة من دار مين من دار الكحلوت محمد الكحلوت استشهد عمره 31 سنة قال لي وصل رسالة لأمه وأولادنا مظلوم واجوا شلوه حطوه في كيس كانها جاجة ناتات واخذوه